توقيع أكبر شراكة استثمارية ما بين مصر والإمارات لتنمية رأس الحكمة. المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل. سيادة النائب، هذه الشراكة ما بين مصر والإمارات كيف تعطي نوع من القوة سواء للاستثمارات في الداخل المصري أو في علاقات وطيدة ما بين البلدين؟ يا دكتور هبة، مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. والحقيقة احنا النهاردة سعداء جدا بالحدث المحترم الجميل اللي حصل وبالتوقيع الاتفاق اللي تم، لان ده بيدل على حاجتين. الجزء الاول بيدل على مدى وعمق العلاقة اللي بيننا وبين الدولة العربية المحترمة الشقيقة، وايضا بيدل على قوة التماسك الاقتصادي المصري وثقة الدول العالمية بالاقتصاد المصري. والحقيقة أنا عايز أقول للدكتور مصطفى مدبولي برافو برافو، لأن إحنا كلنا ما كناش متوقعين الأرقام اللي قالها. أنا أتكلم بمنتهى الصراحة، أرقام متميزة جدا، وجزء منها بيسدد جزء من الدين الخارجي بتاعنا، وفي نفس الوقت في فلوس داخلة لينا إحنا هنا داخليا. فحاجة جميلة جدا الحقيقة لمصر وللاستثمار في مصر، وتأكيد على ان مصر ارض واعدة، وان السياسة الخارجية اللي بينتجها السيد الرئيس بتخلي الناس عندها ثقة فينا. والخطوط اللي مشي بيها سيادته في التنمية كانت خطوط على التوازي مع بعض، خلت النتائج في النهاية تبقى نتائج طيبة، وهيبقى الخير قادم بصور جميلة جدا، لأن دي البداية. نعم، الأرقام تتحدث إذن سيادة النائب. الأرقام ما كنا، أنا عايز أقول لحضرتك الأرقام إحنا ما كناش متصورينها. يعني هتكلم بصراحة، إحنا كنا بنسمع مش عارف كام، لكن النهاردة إحنا فوجئنا في 11 مليار دولار بيتسددوا من الدين الخارجي بتاعنا، وفي نفس الوقت بيدخل عندنا ما يعادل مبلغ تاني حاجة و20 مليار دولار. فده شيء كويس جدا. يعني انا عايز ابسطها للناس كده ونقول ان واحد كان عليه مثلا لحد 20 جنيه فاداله منهم 5، اداله منهم 10، فده شيء كويس قوي، لانه بيقلل الدين الخارجي بتاعنا، وده بيريح الموازنه الخاصه في بلدنا وبيدينا دفعه الى الاستثمار. ويمكن انا عايز اقول حاجه دكتوره هبه لو سمحتي لي، ان الكلام ده ربنا يلهم بقى الحكومه والقائمين على إدارة الملف ده، بأن نقدر نستفيد أقصى استفادة ممكنة في وجود القامات المحترمة زي محافظ البنك المركزي، السيد رئيس الوزراء، وزير الزراعة، وزير المالية، وزير الصناعة، الوزراء اللي هم اللي نتكلم عليها نقول المجموعة الاقتصادية، إن احنا نستفيد بهذا المبلغ أكبر استفادة ممكنة تعود بالنفع بها ويشعر بها المواطن المصري. نعم، وهذا هو مربط الفرس، المواطن المصري. كيف يشعر المواطن المصري بمردود مثل هذه الصفقة الضخمة بشكل مباشر؟ هقول لحضرتك على جزئين. الجزء الأول هيبان مع بداية تشغيل المشروع نفسه أو المدينة العظيمة اللي احنا سمعنا من سيادة رئيس الوزراء المحترم المكونات بتاعتها أو بعض المكونات بتاعتها، ودي حاجة بتدل على إنها حاجة قوية جدا وحاجة هتبقى تنافس أي شيء عالمي، وده شيء كويس لصالح مصر والمصريين. هيبتدي المردود بتاعه بوجود فرص عمل. لكن اسمحي لي أنا هتكلم برضو في الجزئية دي وأقول إن المواطن هيبتدي يشعر بعد دخول، أتوقع كده إن المواطن يشعر بعد دخول الأموال بوجود، أولا بوجود السلع متوفرة، ثانيا بانخفاض بعض قيمة السلع دي لوجود الدولار خلاص، فبقت مستلزمات الإنتاج تدخل. وده هنا مناشدة بقى للصناع والتجار، إن زي ما كنتوا بتتكلموا بتقولوا إن الدولار عالي، لما الدولار يبقى متواجد وينزل لابد من انخفاض السلع لصالح المواطن المصري، المواطن المصري الجدع اللي صبر وبيقف جنب بلده ومتكاتف مع قيادته ومتكاتف مع بلده. نعم،
الهدف في التصنيع وانتعاش التصنيع المصري وزيادة الصادرات المصرية وعدم الاعتماد على الاستيراد في كل شيء، كيف يسير بشكل متوازن مع مثل هذه الصفقات ولا نتكل فقط لمجرد استثمارات مباشرة تأتي إلينا من الأموال ومن ثم تسبب الانتعاش المطلوبة ومع الوقت دون سياسات أخرى موازية في الداخل المصري تضيع هباء هذه الأموال؟ بشكرك. مهم جدا مهم جدا المحور اللي حضرتك اتكلمت فيه، ازاي يبقى عندنا الاموال دي نستثمرها صح، ازاي تتحط فيها جزء او يتوجه منها جزء الى النشاط الصناعي والزراعي على وجه التحديد، ازاي نخلي الانتاج الداخلي المحلي بتاعنا يكون منافس بالجوده وبالسعر عشان المواطن يقدر يشتريه وهو مرتاح، ازاي نشتغل علشان خاطر نقلل الحجوه الاستيراديه ونقفل على نفسينا فترة تانية ما قلتكم مثلا سنة وكأن الدولار لسه ما تدبرش، ونشغل المصانع المغلقة ونشغل المصانع المتعسرة ويبقى في إنتاج. أنا شايف إن في روح طيبة موجودة وشايف إن الفرحة اللي موجودة هتخلي الناس تبقى عندها دفعة للإنتاج. الإنتاج لابد من إنه يزيد، مفيش عجلة إنتاج هي القاطرة الأساسية للاقتصاد سواء كان الإنتاج في الزراعة أو في الصناعة. فأنا نفسي بصراحة والله كلام حضرتك يبقى في توجيه للأموال بطريقة صحيحة تفيد الإنتاج القومي أو الناتج القومي من الزراعة والصناعة تخفيضا للأعباء وتقليل الفجوة الاستيرادية، ثم ننطلق بقى انطلاقة قوية إلى التصدير لجذب المزيد من العملة وجذب المزيد من الأسواق اللي تتفتح لصالح المنتج المصري بسعر وجودة. نعم، ماذا بعد إذن لهذه الصفقة؟ يعني رأس الحكمة تأتي بعد العالمين الجديدة من حيث المدن الذكية، أيضا عدد من المدن مثل جرجوب، نجيلة، عدد من المناطق الواعدة في الداخل المصري وعلى الساحل الغربي المصري بشكل عام، ونتحدث من حيث زيادة سكانية تنجذب إلى هذه المدن ومن ثم تنمية عمرانية تشمل كافة المحافظات في الداخل المصري. اسمحي لي يا دكتورة، أنا عايز أقول حاجة، إن قبل أي شيء النهاردة لو ما كانش عندنا بنية تحتية أساسية وطرق ووسائل انتقال وخطوط تليفونات وكل الحاجات اللي هي بتلزم للإنشاءات دي، على فكرة ما كانش هيبقى في حد عايز يجي. فنمرة واحد لابد من هنا نقول إن ونوجه الرسالة للناس كلها إن الطرق والكباري والانتقالات والكلام ده كله كان سبب من الأسباب اللي كان فيها بعد نظر موجود عند الرئيس وعند الحكومة والقائمين على الدولة في انهم يبتدوا يعملوا حاجه للمستقبل، وده اللي خلى الناس تيجي. يعني لو ما كانش عندنا الكلام ده ما كانش حد هيجي خالص ولا يسال، لان كان هيبقى خلينا نفتكر ان كنا بنقف قد ايه في الطريق عشان خاطر نوصل الى شغلنا او الى بيوتنا. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الخطوه دي خطوه انا شايف ان الصفقه الكبرى دي انا عايز اقول انها الصفقه بدايه الصفقات، هي الصفقه اللي هتبقى البدايه الاولى او البذره الاولى اللي هتجلب بعد كده صفقات كتير. الاستثمار في العقار والاستثمار في الانشاءات بيفتح افاق كتيره جدا وبيجذب مزيد من السكان، وخاصه ان احنا عندنا تزايد سكان بطريقه يعني كلنا شايفينها. فكل الكلام اللي حضرتك قلتيه ده فعلا في محله، ان هيبقى في اماكن اخرى بتجذب السكان عشان نخفض الضغط. نعم. على المنطقه المركزيه، المجتمعات المستدامه وليس فقط الموسميه إذن، لكن ايضا فكره التربيط بين ربوع مصر شرقا وغربا، إقامة الموانئ العالمية، إقامة المناطق اللوجستية، وأيضا الجذب من حيث أحياء المال والأعمال، كيف يضفي هذا نوع من البريق للمستثمر سواء في الخارج أو الداخل؟ المستثمر لما بيلاقي أماكن متفرقة في الجمهورية وبيبقى مثلا عنده مكان يقدر يلاقي فيه الأرض الخصبة للاستثمار بتاعه، لما يلاقي في الشمال مع المنطقة الشمالية، المنطقة الغربية زي ما حضرتك قلت في الصعيد، صعيد مصر، في سيناء، كل الكلام ده كله هيخلي المستثمر يتشجع على انه يجي ويزيد من الاستثمارات في مصر، لأن مصر بلد واعدة، مصر بلد ليها
شعب قوي ورئيس قوي وجيش قوي، والقوة هنا اللي من أجل الحماية، من أجل الأمن والأمان. وجود الأمن والأمان مهم جدا، لأن المستثمر يشعر بأنه جاي ومش ما يبقاش قلقان. في نفس الوقت لما يلاقي الأماكن مختلفة في بعض أماكن الدولة هيبقى عنده سعادة في أنه يقدر يحقق اللي هو عايزه في المكان اللي هو عايزه، ده شيء جميل جدا ويجذب المزيد من الاستثمارات. نعم، أخيرا سيادة النائب، تأثير مثل هذه الشراكة الكبيرة والصفقة الأكبر في تاريخ مصر على استتباب الأسعار في داخل السوق المصري، وأيضا في توفير العملة الأجنبية، ومن ثم تقليل ما يحدث في سوق موازية. وجود أو دخول هذه الدولارات، المليارات من الدولارات، أكيد 100% هيخفض أو هيبعد خلاص، لأن هيبقى متواجد لمستلزمات الإنتاج، ودي أهم شيء. احتياجاتنا للدولار بتبقى عشان خاطر الاستيراد وعشان خاطر مستلزمات الانتاج بشكل عام وقطع الغيار. وجود الحاجه دي النهارده او الدولارات موجوده في البنك بيسهل على المصانع وعلى المستوردين وعلى كل الفئات اللي بتحتاج الى الدولار انها تجيب الدولار من البنك. وهنا احنا بنقول حاجه بقى، بنقول ان احنا محتاجين في اقرب وقت ممكن ان احنا نحل المشاكل اللي كانت موجوده والخاصه بمستلزمات الانتاج على وجه التحديد. وايضا يا دكتور عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ان احنا مش هنستورد او ما نستوردش او نطلب من الحكومه منع استيراد الحاجات اللي ملهاش لازمه عندنا. اللي بينتج في مصر خلاص ينتج في مصر واحنا نستخدمه ونبتدي نشتغل معاه ونبتدي نتعامل معاه ونبتدي نشتريه. اللي بينتجش في مصر وبنبقى محتاجين ان احنا نستورده من الخارج لمستلزمات الانتاج، هو ده اللي احنا بقى نبتدي نوجه ليه الدولار للخارج علشان خاطر نقدر نسد الفجوة الدولارية ونقدر نقول مصر بتتقدم للأمام ونسعد فعلا باللي احنا بنسمعه وباللي احنا بنشوفه. وانا اعتقد ان شاء الله واتمنى ان الخير قادم بقوة بإذن الله للمصريين اللي هم يستحقوا كل خير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكرك جزيل الشكر سيادة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل.